اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما نطلع الفاصل كنت بتكلم انا واحمد عن المفاجآت اللي شفناها واللي حضراتكم شفتوها في دوري ابطال اوروبا، خاصه مباريات ربع النهائي واللي بدات باقصاء برشلونه بنتيجه تاريخيه 8-2. الكل قال عنها انها خساره القرن او هزيمه القرن. امبارح برضو خساره السيتي وخروجه من البطوله كان امر غير متوقع بصراحه، كان مفاجاه للناس كلها، مفاجاه لمانشستر سيتي تقريبا نفسه، اداء ليو كان مفاجاه ليه، وده لانه مش ده الاداء اللي احنا تعودنا عليه من مانشستر سيتي. بس البعض توقع ان ليو برضو ممكن يعمل مفاجاه كبيره، وده اللي كان حصل وشفناه. الحقيقه ده بيقول حاجات كتير قوي، ليه دلالات كتير قوي في عالم السحر المستديره وان كره القدم ملهاش كبير. تعالوا نروح محاضراتكم سريعا عبر سكايب. هنروح للمدرب الايطالي الشهير زاكاروني اللي درب أندية كتيرة زي ميلان والأنتر ويوفنتوس ولاتسيو، بالإضافة طبعا لتجارب مع منتخبات اليابان والإمارات، وكسب كأس آسيا مع اليابان كمان في 2011. حابين بنرحب بحضرتك الأول على شاشة قناة الأهلي في برنامج السادسة. نعم أسمعكم بوضوح. لورو ليانو داتو البنفينوتو سنيور. حابين نعرف من حضرتك رأيك في النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا والمفاجآت اللي شفناها، سواء كان خروج برشلونة أو خروج مانشستر سيتي. أعتقد أنه المشكلة كانت مشكلة عضوية فيما يخص أن الكرة الإيطالية بدأت مرة ثانية، وكانت هناك العديد من المباريات، ولكن قبل الدخول في هذه المباريات الفريق لم يكن لديه القدرة للتحضير بطريقة مناسبة، وبالتالي وصلنا إلى الميعاد مع ليون ليس في أفضل حالة جسدية، وأنا أعتقد أن هذا كان السبب الرئيسي. برأيك يعني ليه يوفنتوس فشل في صراع المنافسة على لقب دوري الأبطال رغم أن هو دلوقتي عنده يعني العديد من النجوم على رأسهم كريستيانو رونالدو؟ اليوفنتوس هي بالتأكيد كانت لديها العديد من النوعية أكثر من ليون، ولكن كانت هذه المكافأة لينا، وقد رأينا سويا نتائج كافة الفرق، ونرى أنه على المستوى البدني كانت جميع الفرق كانت وصلوا مجهدين، ولهذا كان ليون قادر على إتمام المباريات أو الوصول إلى النجاح بطريقة أقوى، وكان تحضير في حين أن الآخرين كانت تحضيراتهم فقط بالنسبة للكأس، ولهذا كانوا أكثر حيوية. طب شايف إزاي سيطرة الأندية الفرنسية والألمانية على نصف نهائي الشامبيونز ليج؟ نعم قبل كل شيء كما سبق وذكرت يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هذه أن هناك آثار شديدة لما تسبب فيه الكورونا، وأن الملاعب كانت خاوية، وبالتالي كان من الممكن أن تكون مفاجآت أخرى كثيرة متوقعة. وأنا أقول إنه ما يفاجئني شخصيا هو أن انتهت قدرة الفرق الإنجليزية والأسبانية منذ أكثر من 15 الذين منذ أكثر من 15 عاما تحتل الفرق الإنجليزية والأسبانية المرحلة النهائية من الشامبيونز ليج، وكانوا دائما في الصدارة. وهنا بالنسبة لي المفاجأة الكبرى، في حين أن الألمان والفرنسيين وصلوا إلى المباريات أقل إجهادا وبعد أن لعبوا عدد أقل من المباريات، وبالتالي كان بالنسبة لليون فرصة للتحضير أكثر للمباريات الشامبيونز ليج. عايز أعرف رأيك في طبيعة اللعب العربي باعتبار أن خد تجارب تدريبية في المنطقة العربية زي مثلا منتخب الإمارات.
نعم، كان لي خبرة في الإمارات العربية المتحدة، وكذلك كان لي السعادة والشرف أن أقوم بتدريب فرق أخرى، وبالتالي أعلم بعض الشيء عن الكرة العربية. طيب ألبرتو زكاروني اسم كبير، ودربت، أنت اعتزلت الملاعب يعني في سن صغير بسبب الإصابة، وبدأت تدريب في سن صغير، وده تقريبا شبه دلوقتي مدرب لايبزيج أو لايبزيج، فشايف أنه في تشابه في التجربة بينكم أنتوا الاثنين، تجربة تدريبية؟ مدرب فريق لايزك سينوس باليو سينيوري Non ho capito la domanda. Leipzig. Ah, Lipsia. Lipsia. Sì, signore. نعم، هناك بعض التشابه فيما يخص الخريطة أو المسار، ولكني لم ألعب على مستوى الاحتراف، ولكني قمت بالتدريب على كافة المستويات، كما أنه قام أيضا بطريق أسرع. أنا قمت بالتدريب حتى أصل إلى المستوى الأول، قمت بالتدريب على 5 مستويات من الفرق. أما هو فكان مساره الفني أسرع مني على ما أعتقد، حيث إنه من يعني أظهر نوعية كبيرة في تدريب الشباب ومنتخبات الشباب، وأعتقد أيضا إن هذا هو ما منحه الفرصة الأكبر، ومن خلال أنه أظهر لنا هذه النوعية العالية في القدرة على التدريب. ما ينفعش تكون معايا وما اسالكش على فرص المنتخب الايطالي في بطوله الامم الاوروبيه اللي جايه. بالنسبه للشامبيونز ليج الايطالي، بالنسبه للمباريات الايطاليه يا فندم، بعتذر عن الخطا الفني، الضيف يطلب اعاده السؤال. بنسأل عن فرص المنتخب الإيطالي في بطولة الأمم الأوروبية اللي جاية. نعم، كانت لدينا فترة، مررنا بفترة كانت نوعية التدريب بالنسبة لفرقنا كانت مرتبطة ببعض العائلات الإيطالية الشديدة السخاء والتي كانت تمول هذه الفرق، ولكن بعد أن وصلت إلينا المشكلة الحالية لم تتمكن هذه الأسر الغنية من تمويل الفرق وتدريباتها، يعني بغض النظر عن اليوفنتوس الذي تدعمه شركة فيات، النهاردة إيطاليا بدأت تصل إيطاليا العديد من الممولين بالنسبة لروما وللميلان وللإنتر وشركات أخرى من الصين أيضا، وبالتالي عادت بعض التمويلات فيما يخص الدوري الإيطالي، وأعتقد أنهم من حيث الخبرة التي تمتلكها الكرة الإيطالية واللاعبين الإيطاليين وكذلك الموارد، بوجود هذه الموارد الكبيرة للشركات الأجنبية، قد تتمكن إيطاليا من الوصول إلى مراتب الصدارة. ونرى أيضا أن اليوفنتوس وهي من المتواجدين الثابتين على مدار حياتها. بريغو كونتينوا. طيب ترشح، لو رجعنا للشامبيونز ليج، ترشح مين طرفين النهائي في الشامبيونز ليج، ومين الأقرب إنه يفوز باللقب؟ أنا ما أراه بالتأكيد هو أن من أحدهم هي الباريس سان جيرمان والباير أيضا، وعلى الأخص الباير، لأني رأيته على المستوى البدني متمكن وذات مستوى أرفع كثير من آخرين، ولكن كما سبق وذكرت أن اسمحوا لي، الشامبيونز ليج حاليا نعتبرها مجنونة، أنها الشامبيونز ليج غير ثابتة فيما يخص يعني اثار الكورونا، وانا يمكن اتوقع اي شيء وكل شيء، وكما راينا جميعا
انكسر صدارة الفرق الإنجليزية التي سادت على مدار 15 عام، ورأينا العديد من الفرق التي كانت تقوم على التدريب البدني التي خرجت من المنافسات، وبالتالي ما نراه الآن يسمح بكل الاحتمالات. ولكن أعيد وأكرر أن الباير قد يكون لديه فرصا أكثر من منافسيه، خاصة على المستوى البدني. طب عايز أعرف رأيك بالتفصيل في الهزيمة القاسية اللي تعرض لها ميسي ورفاقه قدام بايرن ميونخ ووداع السيتي، أحد أبرز الفرق اللي كانت مرشحة لنيل اللقب. لا أستطيع، يعني فكرت مطولا عن ما قد يكون حدث للبرشلونة، لأن البرشلونة كان لديه كل الأساليب أو كل ما هو مطلوب للتقدم، ولكني فعلا غير قادر عن أعطائكم إجابتي، إلا أنه من المؤكد أن المشاكل هي مشاكل داخلية في الفريق وليست مشاكل فنية، بل هو على أرجح مستوى العلاقات بين اللاعبين والإداريين، ولا أعتقد وأكرر أن المشكلة ليست على مستوى الفني، وإن كانت ظهرت فنية. مشكلة البرشلونة خارج ما يدوره على ملعب الكرة. طيب مين أفضل مدرب في العالم في الوقت الحالي من وجهة نظرك؟ حسنا، أنا أحب ويعجبني المدربين الذين يقدمون كرة فنية كذلك، مع عنصر استغلال القدرات الفردية للاعبين. وأعتقد أن في يومنا هذا الأفضل بالنسبة لي هو باك غوارديولا، إن لم أخطئ الترجمة. تمام، رأي حضرتك في النجم المصري محمد صلاح، نجم روما السابق وليفربول الحالي؟ إنه لاعب يتمنى الجميع الحصول عليه، وهو كذلك في سن الشباب مجرد 28 سنة. وبالتالي أنا أرى أني أتذكر أني حين رأيته في المرة الأولى يلعب في لندن، كان لاعبا يستطيع المزج بين كنت هناك مع الفريق الياباني، وكنت أتابع الأولمبيات، وهو قادر، ما رأيته أنه كان قادر على الدمج بين السرعة العالية والفنيات التي تسمح له إجمالا بأن يكون نكون غير قادرين على توقعه كيف يمكنه التعامل مع الكرة وكيف التعامل مع دفاع الفريق المنافس. وما الأهم هو أنه بالتأكيد أحد أكبر المواهب الشابة، وأرى من تصنيفي الشخصي أنه أفضل موهبة موجودة حاليا. طيب أحب برضو أعرف رأي حضرتك، يعني تنصحه أنه يستمر مع الريدز ولا ينتقل لنادي أوروبي تاني في ظل عروض كتير قوي بتتكلم عن سان جيرمان، ريال مدريد، برشلونة؟ أعتقد حقا أنه يجب عليه، أنه قادر على أن يستكمل مع الفريق الحالي، لأنه معه مدرب مع غوارديولا، أن يصل إلى مستويات جيدة، حيث أنه يمكنه قيادته وأن يتفهم الجزئيات التقنية بينه وبين المدرب، سواء على مستوى الفردي محمد صلاح، وكذلك على كيفية تفعيلها مع المجموعة وكيفية رفع كفاءات اللعب. وأنا أرى أنه قادر على أن يعين صلاح في الفترة الحالية على تقديم أفضل ما لديه. شكرا جدا، كان يعني الحقيقة كلام مهم جدا من مدرب إيطالي كبير لاسم كبير في إيطاليا، والحقيقة يعني كنت منورنا في برنامج السادسة. هنروح لفاصل مع حضراتكم، نرجع تاني نكمل برنامج السادسة.